كيف حالكم متابعين قناتي الأعزاء؟ العملات الرقمية هي المستقبل لكل التعاملات المالية اللي راح تكون بالمستقبل، والبيتكوين هو الأساس، ويمكن أن يصل بيتكوين إلى نصف مليون أو إلى مليون، لكن مو بيوم أو ليلة. اليوم لاحظنا عملة البيتكوين عملت التيست إلى منطقة 40,000، وهي المنطقة عليها ضغط كبير على الفوليوم بروفيل، يعني كل ما بيطلع السعر لعنده بتصير بيع وشراء، عملية بيع وشراء كتير، السعر بيرجع بينزل. لكن متابعينا، الشيء الإيجابي انه نحن بعدنا عن مناطق الخطر، مناطق 35-37 فوليوم قوي جدا لهي المنطقة، هو اللي خلاها منطقة دعم مقاومة بنفس الوقت، يعني منطقة دعم ومقاومة. متابعينا، منطقة 40,000 زارها البيتكوين مرتين، يعني من المتوقع انه يكسر بوقت قريب جدا. اعزائي، افضل المناطق للدخول هي المناطق البعيدة على المقاومة. اذا نزل السعر الى مناطق 36 او 37، افضل لك عزيزي الدخول. شو ما كان عندك عملة لازم تتابع البيتكوين، لانه سعره راح ينعكس على باقي العملات. النقطة الايجابية، اذا بتدخلوا من مناطق الدعم تبقوا مرتاحين. وعزيزي، السعر المتوقع بيتكوين اذا بقت الامور ايجابية راح يوصل 48. عنا هنا منطقة صعبة، هي منطقة 44,000، منطقة الخطر اللي لازم انت تنتبه له هي منطقة 50,000، لازم تفكر انك تبيع وتسحب ارباحك. هذا يعني انه سيولة رجعت الى السوق والعملات كلها انتعشت، بتوقع انه يرتد من هالبيتكوين ويرجع من 48 او 47. وهنا كانت عملية بيع وشراء قوية جدا، الاشخاص اللي باعوا عم ينتظروا الدعم بمناطق اقل الدخول، لسه الخطورة ما زالت موجودة ما دمنا لم نصل الى 56,000. ومنطقة 58,000 مو من السهل انه يكسرها البيتكوين، واذا كسرها معناها طلعنا الى مناطق خطيرة. حاليا السيولة رجعونا 3 مليار زيادة، نحن حاليا 1 تريليون و723 مليار، وهذا رقم حلو كتير. نسبة التغير للبيتكوين خلال 7 ايام مرتفعة، والهيمنة 42.9. اذا ما صارت اخبار سلبية او مفاجآت، انا بتوقع يصل 48,000. اذا مو مشارك فعل زر الجرس عزيزي، راح يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.